إن تقديم ترشيح أخينا الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب كان ثمرة قرار حزبي تم اتخاذه بناء على المعطيات السياسية التي كانت متوفرة لدينا والتي ساعدتنا على الإقدام على هذه الخطوة، غير أنه قبل الخوض في تحليل أبعادها وتداعياتها نريد هنا أن نفضح تهافت الضجة المفتعلة التي أثيرت حول هذا الموضوع. لقد ارتكزت هذه الضجة على حجتين. الأولى هي أن المرشح لهذه المسؤولية ينبغي أن يشكل جزءا من الأغلبية، والثانية هي أن يتوفر حزبه على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب. غير أن التجربة القريبة جدا تؤكد أن المرحوم عبد الله بها والسيدين الحسن الداودي وسعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ترشحوا لرئاسة مجلس النواب، وكذا أنه إلى حد لا ترشحوا لرئاسة مجلس النواب دون أن يكونوا في الأغلبية أو تتوفر لحزبهم مقاعد وفيرة. إننا ونحن ننعش ذاكرة البعض نريد أن نؤكد أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني أو مبرر سياسي يمنع أي حزب من تقديم مرشحه لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة وأنه لحد الآن لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية باستثناء من أعلن عن موقعه واختاره مسبقا. إننا إذ نهنئ أخانا الحبيب المالكي على الثقة التي وضعها فيه ممثل الأمة، نود أن نتوجه بالشكر لكل الذين ساندوه في تولي هذه المسؤولية الجسيمة، ونعلن دعمنا لكل المبادرات التي اتخذها إلى حدود الساعة مع كل الفعاليات السياسية في البرلمان من أجل هيكلة مجلس النواب وانطلاق عمله. كما نعلن أننا كفريق وحزب منخرطون في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه لإيقاف عبث الاستفادة منه ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق.